الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. من أمام جمال بالعمل حطها يا دولور، حطها يا أمدي في الجول، حطها في الجول يا إما يا يوقف أنفاسنا مش أنفاسهم. كاد أمدي طبعا الوقتين يجب أن يكون حاضر الكابتن سيف. أنت سددت كانت ترجيح كثيرة وضيعت أيضا. مباراة يعني مقبولة وأداء جيد حتى في ضربة الجزاء، مباراة نصف نهائي. أيضا الاختيار الآن بسيدي وأيضا الحارس رايس التي ستكون فاصلة. فقط نذكر بأن الجزائر سابق لها. رامي بن سبعيني أول من يتولى تنفيذ أول ركنة لصالح المنتخب. رامي دخلت، رامي ودخلت. يخوفوني اليساريين، يعني اللي يلعبوا بالرجل اليسرى يخوفوني. طبعا ما عدا ميسي او من. اول رميه، اول هدف لصالح المنتخب الجزائري. هو الذي سيتولى تنفيذ الرميه الاولى لمنتخب كوت ديفوار. الله ولاعب ما شاء الله، ولاعب ما شاء الله، وحطها في الجول. بدون ضربه بعين رامي بن سبعيني وفرانك كيسي. يتقدم اسلام وحطها في الجول. حتى الخامس يقل اهلنا. هكذا هو السيناريو ان شاء الله. كورني يتولى تنفيذ، هو اللي خايف. كورني حطها في الجول. بعد الترجيح اصبر شويه يا رايس. كورني حطها في تنفيذ ركله الجزاء الثالثه. قوة، كتلة إرادة، كتلة عزيمة، كتلة إصرار، كتلة جزائرية بقوة حطها على يسار. ننتظر التضييع. بوني ضيعها، بوني ضيعها. جزاء بوني يا جمال. بل الذي أنقذها. أي 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 أي. 3-2 يا بغداد، 3-2 يا بغداد. ناس وجول. هادم والناس حطها في الجول. الجول الرابع يا ابو نجاح. ابكي يا بني ابكي. رادال وحطها في الجول. هل هو اسماعيل بن ناصر؟ يوسف بلايلي، يوسف بلايلي، يا بلايلي يا بلايلي يا بلايلي. كرة القدم وهذه هي ضربات الترجيح. معليش يا يوسف، معليش. التعادل. غايبة 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 غايبة. وضيعها وتأهلنا. سلام.